صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية راح تشوفوها غريبة شوي، ولكنها بكل تواضع بعتبرها من عيون الحلقات اللي مفروض تلاقي الاستحسان لسبب بسيط، وهو يمكن يكون جديد بموضوع وبتلقيه. وهون أستقي من صميم مسيرة وحياة الموسيقار فريد الأطرش، وهي مقدرته على الإبداع في فن الإلقاء، ومقدرته في امتلاك اللغة العربية. ويمكن كتار يتفاجئوا بهالحديث، بس من 3-4 أيام كان لفت لي نظري لهالشيء. من 3-4 أيام كان اليوم العالمي للغة العربية، كان اللي قامت فيه الأمم المتحدة، جمعية الأمم المتحدة. ونتفاجأ لما نشوف اللغة العربية عدد كلماتها 12,300,912 كلمة. حبيت أقول هالاسم بطريقة، بهالرقم بطريقة تخد ضج براس الجميع، ونعرف أي قيمة وأي عظمة بكل محبة، مش من باب المزايدة نحن منترك أي لغة. اللغة الثانية بالعالم من حيث عدد كلماتها الإنجليزية 600,000، وتتدرج نزولاً إلى الوصول إلى 100,000، من الصينية إلى اليابانية إلى الفرنسية إلى الإسبانية، كلهم بيدخلوا الإيطالية، كلهم بيدخلوا، ولكن كلهم في فارق رهيب ما بينهم بما فيهم اللغة الإنجليزية وبين اللغة العربية. زيادة على ذلك، فريد كان يمتلك هذه اللغة. زيادة على ذلك، كان فريد يمتلك فن الإلقاء، وهو الشيء اللي بيشكل تكملة لروعة وعظمة وإبداع وغنى وثراء اللغة العربية. هو فريد، نحن بنعرف أنه أول من ألف كتاب عن الإلقاء تاريخياً أرسطو تحت عنوان الخطابة. وكأني بالموسيقار فريد الأطرش قد قرأ هذا الكتاب. والله أنا عندي شك، لأنه مخارج الحروف، طريقته، أسلوبه المقنع والمؤثر، والمحور الرئيسي هو اللي عم يستمع له، وقدرته على الوقوف في المفاصل الصعبة في القصيدة، وخاصة بمقابلته اللي حقيقة أخذتني إلى مطارح تاني. ومش هذا اللي بحب فريد، ولكن بتمنى على كل من يسمعني حاليا بعد ما يخلص من هذا الفيديو ينتقل مباشرة، لأنه هم نرجع نحكي عن المصداقية، ينتقل مباشرة إلى اليوتيوب نفسه ويكتب فريد الأطرش وإلقاء عش أنت شعرا. فريد الأطرش، بدي أعيد الجملة، يحط على اليوتيوب فريد الأطرش وإلقاء قصيدة عش أنت اللي لحنها وغناها شعرا. إذن فريد الأطرش وإلقاء قصيدة عش أنت شعرا. بدي من كتر حماسي لقلو رح ألقيها، وإن شاء الله أوصل للمستوى ولو من قريب مش من بعيد كتير اللي ألقى فيها فريد هذه القصيدة في إحدى مقابلاته. والروعة، ثقته بنفسه، هو اللي بادر أنه لما انطلب منه يلقيها، هو اللي بادر بإلقائها أثناء المقابلة، وكأني به يريد إقناع هذا الذي يسمعه، وإقناع المستمعين بهذه الحلقة، وإقناع الذي يقيم معه العلاقة والمقابلة، أنه يتشد أكثر لهالأغنية، لأنه المقابلة صارت قبل إطلاق قصيدة عش أنت اللي طبقت الأفاق، واللي خلت إنسان مطرب عظيم مثل المطرب وديع الصافي كان بالصفوف الأولى، كما غنيها فريد بمدرج لبنان بظهور العبادية، وشفناه بأم العين كيف وهو بكل عفويته وجدريته وعظمته وإبداعه وديع الصافي المطرب العظيم بيقوم ويتمايل أمام الجمهور كله، وفي ناس كتير غيره بالصف الأمام يقيموا، ولكن كان ملفت نظرنا الفنان العظيم وديع الصافي. رح أقوله على طريقتي، أنا أكيد أنه لن أرتقي لمستوى فريد، ولكن رجع أسمعه من فريد. عش أنت، وهي للشاعر بشار الخوري، وهو من أشهر شعراء لبنان في العصر الحديث. عش أنت إني مت بعدك،
وأطل إلى ما شئت صدك، ما كان ضرك لو عدلت أما رأت عيناك قدك، وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك، ورفعت بي عرش الهوى ورفعت فوق العرش بندك، وأعدت للشعراء سيدهم وللعشاق عبدك. أغضاطة يا رود إن أنا شاقني فشممت وردك، أنقى من الفجر الضحوك فهل أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم فهل خلعت عليه بردك، وألد من كأس النديم فهل أبحت الكأس شهدك، وحياة عينك وهي عندي مثلما القرآن عندك. هذه بدلة فريد بعد ما اتفق مع فيزا جورج ابراهيم الخوري أو ابن الشاعر بشار الخوري، اللي هي الإيمان عندك صارت، وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك. ما قلب أمك أمك أن تفارقها ولم تبلغ أشدك، فهوت عليك بصدرها يوم الفراق لتستردك، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك. شكرا، يعطيكم الألف عافية. قداش كان فريد رائع لما عم بيعطش الجيم بالإلقاء على الطريقة عند مصر الحبيبي وشعبنا الحبيب بمصر، فأعطت ألق على ألق وحلى على حلى وجمال على جمال. يعطيكم الألف عافية.